إذا اشتدت المعركة وبلغت القلوب الحناجر وأصبح الإنسان مخير بين خيارات مصيرية، هذا نشوفه في معارك واجد، والإنسان يخير نفسه وين أروح، شنو الموقف، شلون أبيع، وين أشتري، مثل ما صار ويا الحر، مثل ما صار ويا زهير، مثل ما صار ويا الكثير على مر التاريخ. وفي المضمون أن السيد الإمام كان الكثير يجون إليه أيام الثورة، إحنا ما من انتصر، دماء علماء، دماء شباب، البلد راح ينهار، الأمريكان وياهم، هذا المضمون يعني. فكان الإمام بالمعنى أيضا يقول صار صار، ما صار ما صار، إحنا نأدي تكليفنا. موضوع التكليف هذا لربما يكون هو البوصلة اللي تخلي الإنسان يعني توضح خياراته. والنزعات النفسية بين أبيع دنياي إلى فلان أو إلى الله سبحانه وتعالى، ساعات لا، عدم الوضوح، أنا ليش أرمي نفسي في التهلكة؟ الجماعة يبغون ديمقراطية، أنا أروح أستشهد على حسابهم. اليوم الوضع أعتقد يعني في كثير من النفوس يمكن تختلج هذه المعاني. من هو هذا شيخ عيسى اللي ترفعون إليه الدفاع حتى الموت، وتصدر فتاوى فقهاء، وتطلع المعارضة، ويطلعون كبار القوم يتكلمون عنه؟ لذلك هذه المسألة نحتاج نعالجها، لأن الطريق شائك. وإذا الإنسان مو بصير، مو على بصيرة من نفسه، ممكن يفقد توازنه وينتهي مثل ما انتهوا الكثير اللي كان أولهم إبليس. اسجد، قال خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا بسجد إليك يا رب العالمين، بس ما بسجد لآدم، أنا أفضل منه. وكأنه يقول لأ الله، أنا كيف، أنا اللي أحدد كيف أعبدك. بالتالي هذه المسألة الدقيقة تحتاج معالجة. أنا بطول يمكن دقيقتين، بس أتصور هذا الكلام مهم. أولا، من هو هذا سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم؟ هو المؤسس لدولة البحرين، إذا كان هناك دولة فأحد مؤسسينها هو سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم، والمرحوم الشيخ عباس الرئيس، والمرحوم الشيخ عبد الأمير الجمري وغيرهم. هذين اللي كتبوا دستور 73، هذين اللي نقلوا البحرين إلى ما كان يفترض أن يكون دولة ولم تكن دولة. هذه مسألة. مسألة الأخرى، هذا الرجل أفنى كل عمره، بدون مبالغة، كل عمره أفنى من أجل شعب البحرين، سواء لما كان مدرس لغة عربية، لما كان عالم دين، لما وصل إلى درجة الاجتهاد، كان كل عمله من أجل هذين الناس. مسألة الثالثة، أن هذا الرجل في 2011 كان بين خيارين لما دخلوا الجيش السعودي، إما يرفع الغطاء عن الناس وبالتالي يعطي المجال إلى سحق آلاف من أبناء شعب البحرين، أو أنه يوقف ويقول الكلمة ويوقف هذا الجنون. وكان معرض الشيخ إلى الاغتيال، وبالفعل كانت محاولات هناك إلى تصفية الشيخ. مسألة الثالث، المسألة الرابعة، أن هذا الرجل حصن مو بس البحرين، حصن المنطقة على الأقل في 6 سنوات الفائتة من الانزلاق في حرب طاحنة، حرب طائفية طاحنة.
وأنا ما باذي سر إذا بتكلم، عندما هدمت المساجد كان في كلام بقوة يجب أن يقاوم الجيش السعودي، كان تشخيص سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم مختلف بلحاظ أن المسألة أكبر من البحرين. بحرين يراد لها أن تكون بؤرة إلى الحرب الطائفية، وباجي لهذه النقطة في النهاية. نظام آل خليفة عجز يدفع الناس، يبغي يصفينا تصفية في الشوارع وباسم القانون. هذا الرجل البصير هو اللي حافظ على زخم الحضور وأيضا منع هذا الجنون. خطاب محمد بن سلمان قبل ليلتين في العربية، على أساس ما أطول، خطاب محمد بن سلمان قبل ليلتين في العربية يوضح النوايا، خطاب الجبير أمس يوضح النوايا، بأن الجماعة جايين إلى مواجهة يبغون يطحنون فيها الكل، ويبغون يبدأون في البحرين، يبغون يصفون ملف البحرين على أساس يرفعون راية انتصار ويثبتون أنفسهم، وبعدين يروحون يفاوضون في الملفات الثانية أو يحسمونها بنفس الطريقة. بهذا الوضوح، هذا الرجل يمثل فيما يمثل على المستوى الديني، يمثل الفقاهة والاجتهاد. محاكمته على أساس الفرض الديني هي محاكمة إلى كل إنسان شيعي جعفري، ولكل فقيه ومجتهد بغض النظر في البحرين، في قم، في أي مكان يكون، في العراق. وهذه المحاكمة هي تشويه إلى مذهب جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. هذه المحاكمة أيضا إذا ما مرت مرور الكرام فهي فاتحة إلى طحن عظام كل أبناء شعب البحرين بلا استثناء، كل أبناء شعب البحرين إذا مرت مرور الكرام راح نطحن في الشوارع طحن. وهذه المحاكمة تقول بشكل واضح أن آل خليفة لا يعتبرون أهل البحرين مواطنين، ولا يقرون لأهل البحرين بحقوق، ولا يعتبرون إلى القانون الدولي، فبالتالي احنا ذاهبين إلى هذه المحاكمة مهما يكن. هذا الوضع هو بوضوح، اللي منع أو أخر الحكم كان الحراك، حراك الناس على الأرض، لكن أيضا هناك حراك في الخفاء منع آل خليفة في خلال 9 شهور الفائتة من أن يتقدمون. اليوم واضح أن السعوديين يدفعون باتجاه اتخاذ القرار وتنفيذ القرار بأي كلفة كانت، بالتالي هذه الكلفة ممكن تكون بدون مبالغة، ممكن تكون الآلاف مطحونة عظامهم في الشوارع. إذا رضخنا ورضينا بهذا الحكم، وممكن تكون مئات من الشهداء يحفظون البحرين إلى الأجيال القادمة. الخيارات الجاية خيارات صعبة، لكن الإنسان لازم يحدد بوصلته وتكون المسألة قدامه بوضوح، وما يستصغر شأن هذه المحاكمة. أنا في النهاية أدعو الجميع، صحيح احنا في لندن، صحيح احنا بعيدين آلاف الأميال عن البحرين، لكن الكلمة مؤثرة. أدعو الجميع أن اللي يملك أي حساب في وسائل التواصل الاجتماعي، اللي يملك أي قلم، اللي يملك أي صوت مؤثر، أن لا يتأخر. هذا مستقبلنا، مستقبل أولادنا، وجودنا، بل أزيد من ذلك، هذا وجودنا الديني. إذا سكتنا عنا اليوم ما بيرحمنا التاريخ. وأيضا لازم نأكد على مسألة رص الصف، أأكد على الكلام اللي قاله
أستاذ محمد الشهابي، أكد على الكلام اللي قاله أستاذ علي مشيمع، لابد من رص الصف، الابتعاد عن كل المهاترات، جميع يعني الكلمات اللي ما إليها معنى في الاختلاف أو حتى الخلاف لازم نخليها على صوب. اليوم مصيرنا هو على المحك. أنا أتصور لازم نفكر بهذا الاتجاه، ولازم نتخذ قرارنا بشكل حاسم ونتحرك، ولا زال المجال مفتوح، لأن الله سبحانه وتعالى ممكن يغير الأمور في لحظة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صلوا على محمد وآل محمد.